كلمة تقفل باب، وكلمة تفتح ألف باب، كلمة تفتح القلوب، وكلمة تموت أرواح، كلمة تجمع وتلم شمل وتطفي غل، وكلمة تفرق وتفرط عقد اللمة وتفجر الشمل وتولع النار، كلمة ترسم طريق وتولع شمعة في نفق الضلمة وتشيل اليأس من النفوس، وكلمة تهد كسور وتطفي نور وتشيل الأمل من أي خير. ولذا يا سادة في البدء كانت الكلمة، تخيلوا من عظمة الكلمة وأهميتها ارتبطت بربنا بالخالق القدير. أيوة، كلمة طيبة شجرة طيبة تفرع في الدنيا سلام وتديك في الآخرة مكانة وتوسع لك في القلوب محبة. أيوة، كلمة خبيثة تفرع في الدنيا شر وتديك في الآخرة مهانة وتقفل بينك وبين قلوب كتير حواليك. الكلمة السخيفة الخبيثة مش شطارة ولا فهلوة ولا حرية، الكلمة السخيفة ابتذال وقلة أدب وسفاقة وإرهاب. إزاي إرهاب؟ طبعا إرهاب. ما هو سعادتك لما هتستخدم ألفاظ وحشة وشتيمة واتهامات من غير دليل وكلام من غير منطق بصوت عالي، بترهب ناس اتعودت تشغل العقل وتدعمه بروح الفهم ومن غير مصالح غير إنها عايزة تقول كلمة حق. ولأن ربنا هو الخالق القدير ولأنه الرحمن العظيم قال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كان كلامه لمين؟ كان كلامه للمصطفى سيد الخلق اللي وصفه بأنه على خلق عظيم، ينبهه ويوعيه ويحذره، يقول له إن الكلمة الناشفة هتقسي قلبه وتفض الناس من حواليه، وده معناه إن الكلمة الحلوة دوا القلوب بلسم للغلظة، وهو ده معناه لا سمح الله يعني وقت الحق أسيب حقي، هو ده معناه إني أكون طول الوقت يعني على رأي المثل سو كيوت كده، يعني حاجة كده وأضحك في وش الناس ضحكة صفرة إطلاقا. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطل وارزقني اجتنابه. عمر بن الخطاب كان حاسم شديد لكن كان قلبه رحيم، عمران بخير ورحمة وكلمة حلوة. الكلام الكتير يعني موجود، لكن الشاطر هو اللي يعرف ينقي كلامه ويبقى عارف إن لكل مقام مقال. خلونا نشوف الفيلم ده ونرجع نكمل تاني علشان نعرف إن الكلمة ممكن تغير الدنيا وممكن كمان تقنع ناس بحاجات تانية وممكن تخلي ما بينك وما بين القلوب اللي قدامك طرق كتير وأنفاق ويمكن منفعة. خلونا نشوف الفيلم.